خلال يومي الجمعة وكذلك يوم السبت إن شاء الله. ننتظر أجواء صحوة على السواحل لكن على المرتفعات والإضاءات، سماع بعض الرعود المنازلة أواخر النهار، سحب ركامية على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب، مرتفعات الهجار والتاسيلي، درجات الحرارة تبقى فصلية مرتفعة خاصة على الصحراء الوسطى. أما بداية الأسبوع القادم إن شاء الله درجات الحرارة ستعاود في الارتفاع على السواحل وكذلك المرتفعات لتتراوح بين 34 لغاية 46 درجة، أحيانا تصل 48 درجة على الصحراء الوسطى مع أجواء رعدية على المرتفعات والهضاب. غروب الشمس